ماذا لو حدثت مواجهة مباشرة ما بين طائرتي الهليكوبتر K-52 الشهيرة بالتمساح روسية الصنع والطائرة الأمريكية AH-64 أباتشي؟ مين اللي هينتصر؟ أولاً قبل الدخول في المواجهة المباشرة لازم نعرف ونستكشف المروحيتين ومعرفة نقاط قوتها وضعفها. الطيارة التمساح K-52 مروحية هجومية واستطلاع روسية ثقيلة للقتال المتعدد المهام والعاملة في مختلف الظروف الجوية، تستطيع ضرب الأهداف الأرضية المدرعة والغير مدرعة والأهداف الجوية منخفضة السرعة كالمروحيات وطائرات بدون طيار والأفراد على خطوط القتال الأمامية بالعمق التكتيكي. كمان بتعتبر منصة مسح وقيادة محمولة جواً لصالح مجموعة من المروحيات الهجومية الصديقة. كمان تقدر تضرب أهداف بحرية كسفن وغواصات علشان هي بتتمتع بأفضل التقنيات اللي تجعل منها رمحاً تحمله السفن الحربية. بتتميز التمساح بامتلاك مروحتين علويتين تدوران عكس بعضهم البعض فيما يعرف علمياً باسم الدوار متحد المحور، واللي منح المروحية القدرة القصوى على المناورة والثبات والاتزان والدوران حول محورها بسرعة كبيرة والاستفادة الكاملة للطاقة الناشئة من المحرك للرفع والدفع. بعكس المروحيات ذات مروحة الديل اللي بتستنزف جزء من الطاقة دي زي طيارة الأباتشي. أما الأباتشي فهي مروحية هجومية فقط وتعد طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكي، وبتتميز الأباتشي بأنها مروحية هجومية عالية التسليح ذات ردود فعل سريعة بإمكانها أن هي تهاجم من مسافات قريبة أو في العمق بحيث تكون قادرة على التدمير والإخلال بقوات العدو. المواصفات العامة للمروحتين: من حيث السرعة القصوى فطائرة الـ K-52 التمساح بتصل سرعتها لـ 300 كيلو، أما طيارة الأباتشي بتصل سرعتها لـ 273 كيلو، أي أن الأفضلية لطائرة التمساح في سرعة الوصول للهدف المحدد. ومن حيث أقصى سقف الارتفاع فطائرة الـ K-52 التمساح بتصل لارتفاع 5500 متر، أما طيارة الأباتشي بتصل لارتفاع 4000 متر. بكده تكون الأفضلية برضو لطائرة التمساح، وده بيوفر ليها قدرة أفضل على العمل في البيئة الجبلية وقدرة الإفلات من الصواريخ المحمولة على الكتف والمدفعية المضادة للطائرات بشكل أفضل. ومن حيث مدى التحليق فطائرة الـ K-52 التمساح بيصل مدى التحليق ليها لـ 470 كيلومتر، أما طائرة الأباتشي مدى التحليق لـ 520 كيلو، أي أن الأفضلية هنا لطائرة الأباتشي من حيث مدى التحليق. لكن بتتميز طيارة التمساح بأن صمم كرسي القصف للطيارين في حالة إصابة الطائرة، وذلك للمحافظة على طاقم المروحية. تتميز الأباتشي بمدفع عيار 30 ملي بعدد 1200 طلقة قابل للحركة في مختلف الاتجاهات بزاوية 100 درجة يمينا ويسارا، و11 درجة لأعلى و60 لأسفل. أما الكاموف فتمتلك مدفع عيار 30 ملي بعدد 460 طلقة مثبت في الجانب الأيمن من المروحية، ويمكنها الحركة 9 درجات لليمين ودرجتين لليسار و3 لأعلى و37 لأسفل.
ورغم محدودية حركتها إلى أنها منحناتها ثابتة أفضل من مدفع الأباتشي أثناء إطلاق النيران، مما أدى لزيادة الدقة والمدى النيراني الفعال، مع التأكيد على عيب محدودية الحركة. أما عن التسليح الصواريخ فتتميز الكاموف بست نقط تعليق للأسلحة على الأجنحة مقابل 4 للأباتشي، مما يمنحها حمولة تسليحية أفضل بخلاف في التنوع الأكبر في الصواريخ اللي يمكنها إطلاقه، حيث يمكن للكاموف حمل صواريخ إجلا جو جو مداه 5300 كيلومتر. أتاكا المواجهة المضادة للأهداف الأرضية وهي موجة بموجات الراديو ومداه 6 كيلومتر. صواريخ فيخر المضادة للأهداف الجوية والأرضية موجه بالليزر مداه 10 كيلومتر. صواريخ هيرمس المضادة للأهداف الأرضية والبحرية والأهداف الجوية ذات السرعة والارتفاع المنخفضين مداه 20 كيلومتر، وصواريخ R-73 جو جو مداه 20 كيلومتر. كما أن الإصدار الخاص المتطور من النسخة البحرية هيكون بإمكانه إطلاق الصواريخ الآتية: صواريخ KH-31B المضادة للرادار والموجهة بالرادار السلبي ورصد وتتبع موجات الرادار المعادية ويصل مداه ل 110 كيلومتر. صواريخ KH-35V المضادة للسفن والموجهة بالرادار النشط ويصل مداها إلى 130 كيلومتر. وفي المقابل الأباتشي يمكنها حمل 16 صاروخ الهيل فاير الموجهة بالليزر أو الرادار مدى 8 كيلومتر الخارق، ويستعمل بشكل أساسي لتدمير الدبابات والعربات المصفحة، وصواريخ ستينجر جو جو مدى 8 كيلومتر، وصواريخ هايدرا الحرة مدى 10 كيلومتر، والصاروخ الجديد GAGM جو أرض وسيبدأ مداه ب 8 كيلومتر، ومن المخطط أن يصل ل 32 كيلومتر. أي أن الأفضلية هنا لطائرة التمساح من حيث استطاعتها حمل صواريخ بعيدة المدى. أما عن الرادار فوضعية رادار الأباتشي أعلى مروحيتها العليا بتمنح ميزة الكشف الدائري في زاوية 360 درجة مقابل 120 درجة فقط للرادار الكاموف الأمامي، وكمان وضعية رادار الكاموف في الأنف توفر لها ميزة الاستطلاع المسلح ورصد التهديدات الأرضية المختلفة من مسافات كافية، مما يقلل من تعرضها لأي مفاجآت، على عكس رادار الأباتشي اللي ما بيسمحش موضوعه أو مداه بتنفيذ المهام دي. كمان النسخة البحرية من الكاموف هتحمل رادار بعيد المدى يمكنه إطلاق وتوجيه الصواريخ المضادة للسفن تراس KH-35، والميزة دي غير موجودة في النسخة البحرية من الأباتشي اللي بتعتمد على رادار اللونج بو وصواريخ الهيل فاير اللي ما بتتجاوزش مداها 40 كيلومتر. الخلاصة بتعتبر مروحية K-52 الروسية المسمى بالتمساح ومروحية الأمريكية أباتشي من أفضل مروحيات العالم القتالية، إلى أن دراسة مقارنة أجراها خبراء أمريكيين رجحت تغلب التمساح الروسي على الأباتشي الأمريكي في حال نشوب النزاع العسكري. وكمان في تقارير كتبوا خبراء بيزنس إنسايدر بأن الدراسة بينت أن مروحية K-52 بتتفوق على مروحية الأباتشي في القوة النارية والقدرة على المناورة. وأبرزت الدراسة إمكانية تزويد مروحية K-52 بأسلحة شتى، ولكن تملك مروحية الأباتشي قدرات نارية متواضعة. كمان موقع الفاكتس بوكس الأمريكي عمل مقارنة بين أشهر مروحيتين في العالم، وأكد الموقع أنه خلص في المقارنة إلى أن المروحيتين تعدان الأكثر تطوراً في العالم والأشد بطشاً بتجمعات العدو وقوات البشرية. كمان أشار أصحاب المقارنة إلى أن الغلبة في حفاظ المروحية على حياة طاقمها كانت للتمساح بفضل منظومة القفز المظلي المزودة بها، واللي جعلتها الوحيدة في العالم القادرة على تنجيد طاقمها في اللحظات الحالكة. K-52 جعلت مروحية الأباتشي الأمريكية وحسب فريق عريض من الخبراء الروس والغربيين مروحية عتيقة. إيه رأيك؟ أيهم أفضل؟ المروحية التمساح الروسية أم الأباتشي الأمريكية؟